وقعة غريبة حصلت في مطار القاهرة والبطل فيها مصري حاول يشغل دماغه علشان يهرب 80,000 ريال للسعودية. والله يهرب ريالات للسعودية. بس الأغرب بقى إن دي ما كانتش عملية التهريب الوحيدة اللي حصلت الأيام اللي فاتت، لأن سلطات في مطار القاهرة كشفت مفاجآت عن جنون المهربين. فخليك معانا في الفيديو ده للآخر عشان اللي هتعرفه عن أخينا اللي حاول يهرب الريالات للسعودية ده عمره ما هيجي في بالك. أنا مريم مجدي، وخليك معانا في الفيديو ده عشان تعرف كل التفاصيل. المهربين دايماً بيتعاملوا مع التهريب على إنه فن أكتر من إنه شيء غلط ولازم يتم العقوبة عليه، وبنقول الكلام ده لأن اللي هتعرفه دلوقتي عمره ما كان هيخطر على بالك. علشان من مطار برج العرب الدولي يتقبض على راكب مصري قبل سفره من المطار، واللي حصل إنه أثناء إنهاء إجراءات الركاب المغادرين على رحلة طيران الخطوط الجوية السعودية المتجهة لجدة، سلطات التفتيش اكتشفت مفاجأة. راكب مصري حب يشغل دماغه ويشارك في تهريب النقد الأجنبي لبرا مصر، فيعمل إيه؟ يجيب 80,000 ريال سعودي و10,000 جنيه مصري يوزعهم على أكياس بلاستيك ويخبيهم في علبة كريم شعر، بس برضو اتكشف والسلطات في المطار قبضت عليه. وبصراحة الجمارك مركزة قوي في موضوع تهريب العملة برا مصر ده، وخصوصا مع أزمة الدولار واللي لعبت بدماغ ناس كتير عشان يحاولوا يستفيدوا من الأزمة دي. وحسب نص القانون فمسموح للمسافرين من مصر بحمل مبلغ حوالي 10,000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ولو المبلغ زاد عن كده لازم يتم الإفصاح عنه في إقرار جمركي. ويمكن الراكب ده لجأ لحيلة بسيطة وكان سهل إن هو يتقبض عليه، إنما في مهربين عملوا البدع وكانوا بيتفننوا في تهريب الممنوعات أو أي أغراض ممنوعة، لكن برضو كان بيتقبض عليهم. وحسب اليوم السابع تم القبض على راكبة مصرية راجعة من اسطنبول وهي معاها 31 علبة من المستلزمات الطبية مهرباهم معاها من اسطنبول. والغريبة بقى إنها كانت حاطة الدواء جوه كيس الشوكولاتة وأكياس البسكوت، وكانت حطاهم جوه جيب سحري تحت شنطتها. برضو الستات ليهم طريقتهم وبيعرفوا يخبوا كل حاجة، لكن على مين؟ الجمارك جابتها واتقبض عليها واتصدرت الأدوية. لكن بالنسبة للشخص اللي هنحكي عنه ده هنقول عليه ساعتها معلم، لأن ده كان راكب اتقبض عليه بسبب إنهم اكتشفوا إن معاه 5200 قرص ممنوعات. فتفتكر لقوهم إزاي؟ الشرطة قدرت إنها تلاقيهم بأشعة الإكس راي اللي بتبين أي شيء غريب، إن هو مخبي الأقراص المخدرة دي جوه مواسير الشنطة، وطبعاً اتقبض عليه بس كرياتيف. لكن في واقع التهريب تانية، ودي بقى أغرب من كل اللي فاتوا، إن دول هربوا الممنوعات بتاعتهم على شكل حلويات. تخيل، التفاصيل بتقول إن سلطات جمارك مطار القاهرة قدرت تقبض على مهربين من جنسية أجنبية وكان معاهم ممنوعات، وأثناء التفتيش لركاب طيارة الخطوط الهولندية اللي جاية من أمستردام تبين إن معاهم 4 علب دائرية بداخل كل علبة 10 قطع من الممنوعات على شكل حلويات زي البونبوني، وكان معاهم 3 قطع من مستلزمات السجائر الإلكترونية. وطبعاً تم تحرير محضر جمركي ضد كل راكب وإحالة الراكبين للنيابة المختصة. انت بقى قولنا ايه رأيك في الأفكار اللي بيعملوها المهربين دول عشان يفلتوا من العقاب؟ هنستنى رأيك في الكومنتات.